السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أخواني المستمعين في تقديم سلسلة شروحات الشهادة الأولى المقدمة من شركة مايكروتك MTCMA مايكروتك سيرتيفايد نتورك أسوشيت. في الدرس السابق شرحنا كيفية الدخول للجهاز من خلال الـ IP أدريس بدل الـ MAC أدريس. طبعا الدروس راح تتفرع إلى فرعين: فرع إدارة الجهاز عن طريق الواجهة الرسومية اللي هي من خلال برنامج بوكس، والفرع الثاني راح يكون عن طريق برنامج بوتي اللي يمكنني إنه أقدر أتصل بالجهاز من خلال الـ SSH أو التلنت وأتعامل به، لأن أنت بعد فترة وفي مراحل متطورة هناك أجهزة ما راح تقدر توصل لها مثل ما أنا هسه أعرض أمامك الجهاز. أنت تشوفها تقدر تشوفها بالنافيجر، بس ما عندك أي تفاصيل إنه تقدر إنه تدخل بالجهاز من خلال التلنت وتتعامل وياه من خلال البرامج. أنا إن شاء الله كل درس راح يتفرع إلى فرعين، فاليوم راح نشرح كيفية الدخول للجهاز من خلال التلنت، وبالتالي كيف راح نوضع إلى IP address من خلال الـ SSH. فتابعوا وياي. أول فقرة هاي بدون ما يعني مكنك وايرلس، نضيت الجهاز DHCP من خلال راوتر التبي لينك اللي يحدد البيت، حتى أريد أعرف شكد الـ IP اللي واصله. أدخلنا DHCP، عندنا DHCP عندني هذا الراوتر ما أخذنا IP 192.168.13.104، فأني أجي أدخل من هذا البرنامج اللي هو البوتي 192.168.13.104، راح أدخل SSH طبعا. أوكي، آدمن مثل ما اتفقنا، آدمن بدون باسورد. أول فقرة أجي كم انترنت عندي؟ انترفيس ايثرنت برنت عندي 5000. اوكي، اجي اشوف الاي بي ادريس، اي بي ادريس برنت عندي فقط هذا الاي بي اللي اني واصل من راوتر التلي لينك واللي من خلال الدرج وصل للجهاز. اني هسه حاليا اريد انطي الاي بي للجهاز. شلون اقدر انطي الاي بي للجهاز واقدر ادخل له من خلال الحاسبة؟ شلون ما طبقناها في الدرج السابق؟ أنا شو أسوي؟ أجي IP address part. أوكي، الأدرس 192.168.1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 .
وأنا راح أختار على إيثر. أوكي، هسه شو راح أسوي؟ راح أربط الكيبل لحاسبتي من خلال إيثر 2، أسوي أوت للإنترفيس. أوكي، هسه عندي إيثر 2 أربط، حتى أقدر أدخله من خلال حاسبتي. خليني أجرب، عندي بينج لولا على هذا الأي، أقدر أدخله من خلال 192.168.6.8. ما عندي بينج عالي. أوكي، إحنا يعني ليش ماكو بينج؟ إنه الحاسبة ما ماخذها أي بي حتى أوصل للجهاز. مش أكتب 192.168.2 دائما أزيد القيمة مثل ما قلنا 192.168.2. أوكي هنا تمام. هسه أرجع أبني. أوكي، إجاني بينج. بس إيش أسوي؟ أخرج من الأي بي اللي واصلني من الراوتر أدخله بالاي بي اللي اخذه الجهاز. تمام، ادمن اي بي ادرس برنت. اوكي تمام، انترفيس ايثرنت برنت. اوكي، هاي الفكرة. أتمنى الدرس يكون بسيط. تحياتي لكم المهندس أحمد بيسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.